330 مليون أمريكي يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية في الولايات الخمسين والعاصمة واشنطن، لكن سيعود الأمر إلى الولايات السبع المتأرجحة التي يسكنها 60 مليون أمريكي لتحديد هوية الرئيس القادم، بمعنى أن قرار فوز دونالد ترامب أو كاملا هاريس في يد شريحة تمثل خمس الأمريكيين فقط. مثلاً ترامب لن يهتم أن يحسن هامش تصويته في كاليفورنيا مثل ما حدث في عام 2020 حينما تفوق عليه بايدن هناك بخمسة ملايين صوت، فحتى لو ذهبت كل الأصوات الشعبية لبايدن لم تمنحه كاليفورنيا إلا 54 صوتاً كما يحدد المجمع الانتخابي، وترامب يعرف منذ البداية أنه سيخسرها، فلا أهمية لحجم الخسارة. لكن بالنسبة لترامب من الممكن جدا أن يفوز بجورجيا، و11779 صوتا في جورجيا أهم بكثير من 5 ملايين صوت في كاليفورنيا، وهي الأصوات التي كلفته خسارة الولاية المتأرجحة في عام 2020. بنظرة إلى التاريخ القريب، في عام 1999 كانت فلوريدا هي ولاية الحسم في الانتخابات بين جورج بوش وآل جور. فاز بوش في الولاية بهامش 537 صوتاً فقط كانت كفيلة بمنحه رئاسة الولايات المتحدة رغم خسارته التصويت الشعبي بفوارق كبيرة في ولاية أخرى، لذا التركيز على عدد قليل من الولايات مهم للفوز. كاملا هاريس في هذا الأسبوع ستكون في بنسلفانيا وميشيغان، ودونالد ترامب إلى نورث كارولينا في يوم مهم للغاية، الجمعة 6 سبتمبر، حيث ستبدأ هذه الولاية في التصويت بالبريد، ولا يريد ترامب أن يخسرها، خصوصا أنه فاز بها بهوامش ضيقة في الانتخابات الماضية، وتشير الاستطلاعات إلى أنها ستكون صعبة للغاية عليه هذا العام. بالنظر طبعا إلى الاستطلاعات أثناء وجود بايدن في السباق، كان ترامب يتقدم ب6 نقاط مئوية، أي أنها لم تكن تشكل خطرا كبيرا، ولكن كل شيء تغير مع دخول كاملا هاريس، وأصبحت حسب نيويورك تايمز الآن متساوية معه تقريبا في فرص الفوز بالولاية.